النادي الاهلي. طب هو النادي الاهلي هيجيب فلوس منين؟ النادي الاهلي هيجيب فلوس لانه كان بيشتغل كويس زي ما قلت لحضراتكم منذ بدايه وجود هذا المجلس وحتى الان، وبالتالي هناك بعض الامور اللي الحمد لله التدفقات الماليه اللي كانت داخله النادي مش كلها بتتصرف، مش كلها بتترمي، مش كلها بتتعمل في اي، لا كل حاجه معمول حسابها من خلال زي ما قلت لحضراتكم رؤيه مستقبليه لما سوف يحدث. الكلام ده كان من شهرين ونص. لكن طيب يا عم اسلام، طب هيجيبوا فلوس منين دلوقتي الايام القادمه؟ النادي الاهلي خلال هذه الفتره بيدرس الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره وكل اعضاء مجلس الاداره الحقيقه بيدرسوا هذا الامر، ان خلال الفتره القادمه ستكون هناك بعض النشاطات على بعض النشاطات المختلفه اونلاين، بمعنى ان انا عايز اجيب مدخولات للنادي خلال الفتره القادمه، وفي نفس الوقت انا امشي مع موضوع او مع قرارات الحكومه المصريه في ان الانديه مقفوله وان الانديه كذا والانديه كذا. طب هعمل ايه؟ اي حد بيعمل ايه؟ بيحط ايده في جيوبه ويقعد وخلاص، ما هو خلاص الانديه مقفوله. لكن لا، هناك انشطه خلال الفتره اللي جايه، خلال هذا الاسبوع او الاسبوع القادم سيتم طرحها على كل ما يخص النادي الاهلي على اونلاين او على الانترنت، علشان تبقى في مدخولات هتخش للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ده اولا. ثانيا، طيب انا عليا قسط عايز ادفعه للنادي، لازم اروح النادي وادفع القسط واتعامل مع الحسابات؟ لا، حضرتك قاعد في البيت من خلال تطبيق الاهلي اللي موجود على الانترنت، اللي موجود على تليفونك، تقدر تدفع كل اللي انت عايز تدفعه على هذا التطبيق، والكرنيهات هتوصل لغايه عندك، هتوصل لغايه عندك. خش على تطبيق النادي الاهلي وهتعرف كل هذه الامور. بس كده لا. طيب واحد عايز يشترك مع النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وانا هنا بقول حاجه او خبر مهم جدا لكل من يريد ان يشترك في النادي الاهلي خلال الثلاث شهور القادمه. كابتن محمود الخطيب في زيارته الاخيره لمعالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي اتفق وخد منه موافقه كتابيه على انه سوف يتم تاجيل رفع سعر النادي الاهلي. اللي انت واحد عايز يشترك في افرع النادي الاهلي المختلفه، فكان من المفترض بدايه من 1 ابريل كل الاسعار دي هترتفع تقريبا مبلغ كويس يعني. فكابتن محمود الخطيب خد موافقه كتابيه من معالي وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي على انه سوف يتم تاجيل هذا الامر لمده 3 شهور، 3 شهور القادمه اللي هي برضو على بدايه 1/7 ان شاء الله. من المفترض كان 1/4 ان الاسعار كلها هترتفع في كل الافرع، لا الموضوع اتاجل 3 شهور كمان، وسيظل ستظل الاسعار القديمه هي اللي هتقدر حضرتك تدفعها خلال الفتره القادمه، خلال ال3 شهور القادمه. وبالتالي وحضرتك قاعد في البيت تخش على تطبيق النادي الاهلي، تعرف كيفيه الدفع، تشترك اذا كنت عايز تشترك في النادي الاهلي او احد افرع النادي الاهلي او احد مقرات النادي الاهلي، هتدفع من خلال هذا التطبيق، والكرنيهات هتوصل لحضرتك وانت قاعد في البيت، وانت قاعد في البيت. إذن كل الأمور ميسرة، كل الأمور بتسير في هذا الاتجاه، إن النادي الأهلي لن يترك أولاده، النادي الأهلي لن يبيع أولاده، النادي الأهلي هيفضل واقف ورا أولاده في إطار عائلة النادي الأهلي. الشعار اللي حطه مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي منذ بداية انتخابه وحتى الآن، عائلة النادي الأهلي، ومفيش حد في العيلة بيسيب ولاده أو بيسيب أصدقائه أو بيسيب صحابه، عشان كده أو بيسيب العاملين معاه أو الموظفين اللي شغالين معاه أو الرياضيين اللي شغالين معاه، محدش بيعمل كده. وبالتالي هي قرارات تاريخية لمجلس إدارة النادي الأهلي. فخور جدا جدا بأن أنا بنتمي لهذا النادي كعضو عامل وكمشجع درجة ثالثة وكلاعب في هذا النادي لفترة من الفترات، فخور جدا بتواجدي داخل هذا النادي الكبير وهذا النادي العريق. أنا بشكر الحقيقة كل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على اتخاذهم هذه القرارات الصعبة جدا جدا.